الحقيقة نحن نحتاج، وحينما نقرأ من خلال بعض الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن لولد الحسين حرارة في قلوب المؤمنين. هذه الحرارة لا تنطفئ إلى يوم القيامة. في الحقيقة حينما يأتي الإمام الصادق سلام الله عليه ويربط جده الإمام الحسين بالعوالم الغيبية، حبيبي ماذا يقول؟ يقول: من زار جد الحسين، التفت إلى كلمة الإمام الصادق، من زار جد الحسين شيعه 600 من الملائكة، 100 من الملائكة عن يمينه، و100 من الملائكة عن شماله، و100 من الملائكة من تحته، و100 من الملائكة من فوقه، و100 من الملائكة من أمامه، و100 من الملائكة من خلفه. حينما يأتي الإمام الرضا عليه السلام ويركز على جده الإمام الحسين، في يوم من الأيام الإمام الرضا يلتقي برجل من أهل البصرة، التفت إليه الإمام: هل تزورون جد الحسين في السنة مرة؟ قال: لا. هل تزورون جد الحسين في الشهر مرة؟ قال: لا. هل تزورون جد الحسين في الأسبوع مرة؟ قال: لا. الإمام الرضا تناثرت دموعه على خديه، فالتفت إليه قال له: ما أقسى قلوبكم على جد الحسين؟ ولذلك الإمام الرضا عليه السلام يقول: من زار جد الحسين عارفا بحقه ضمنت له الجنة. فنحن في الحقيقة نحتاج إلى سيرة أهل البيت، نحتاج إلى سيرة الإمام الحسين، أن هذا الشاب يأخذ تلك الصور الرائعة وتلك الصور العظيمة التي سطرها الإمام الحسين. كيف هذا الشاب يأخذ صورة علي الأكبر؟ في الحقيقة كيف هذا الشاب يقتدي بالقاسم ابن الإمام الحسن؟ كيف هذا الرجل الكبير يأخذ صورة حبيب ابن مظاهر؟ فنحن نحتاج إلى سيرة كربلة، نحتاج إلى هذه السيرة العطرة. بجانب هذه السيرة العطرة نحتاج إلى فضائل وكرامات أهل البيت سلام الله عليهم.